أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس هادي يلتقي المبعوث الأممي، والحكومة تؤكد أهمية وضع جدول زمني للمشاورات. كاميرا بلقيس في تعز ترصد كيف أثرت الحرب على لعب الأطفال وسلوكياتهم. أطباء بلا حدود تجدد مناشدتها لكافة المنظمات الدولية لدعم مراكز الغسيل الكلوي في اليمن. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي حرص الحكومة على إحلال السلام في البلاد وتحقيق تقدم في المشاورات السياسية على أسس ومرجعيات القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية. وأشار هادي خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى أن الوفد الحكومي في مشاورات الكويت قدم الكثير من التنازلات رغبة في السلام، غير أن الميليشيا قابلت ذلك بالمزيد من التعنت والمماطلة. وشدد هادي على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة والمبعوث الأممي مزيدا من الضغوط على الميليشيا للتوقف عن استهداف المدنيين وحصار المدن من أجل التوصل لاتفاق سلام عادل قائم على الأسس التي تم التوافق عليها مسبقا. إلى ذلك، طلب وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي المبعوث الأممي بوضع جدول زمني لمشاورات الكويت. وقال المخلافي إن الوفد الحكومي لن يشارك في الجولة الثانية من مشاورات الكويت قبل وضع الأمم المتحدة جدولا زمنيا، وأشار إلى أن قرار عودة المشاورات من عدمه سيتخذ عقب مشاركة الرئيس عبد الرب منصور هادي في القمة العربية التي من المتوقع أن تعقد نهاية الشهر الجاي. على صعيد متصل، قالت مصادر سياسية إن المبعوث الأممي سيزور صنعاء خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء وفد الميليشيا في إطار الجهود الأممية لعقد جولة ثانية من مشاورات السلام في الكويت. الآن تبدو الصورة أوضح. هادي في مأرب ردا على الأمم المتحدة ومبعوثها ومساعيهما لتشكيل حكومة ائتلافية تضم الحوثيين والرئيس المخلوع إلى جانب السلطة الشرعية. يريدون يخرجون من مشروع إسماعيل ولد الشيخ أن تكون حكومة ائتلافية بيننا وبين الحوثيين. قلنا سنصدر بها أننا لن نذهب الكويت. الرئيس هادي كان واضحا في مأرب وهو يرفض مثل هذا المقترح، فيما كانت المجموعة العربية ودول إفريقية تحبط مشروع بيان في الأمم المتحدة يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين وممثلين عن الرئيس المخلوع بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الأسلحة بحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة. رؤية الحكومة تفترض البدء بالانسحاب وتسليم الأسلحة قبل تشكيل الحكومة الائتلافية، بينما تلتقي مساعي المبعوث الأممي مع رؤية الميليشيا التي تسعى لفرض البدء بتشكيل الحكومة قبل الانسحاب وتسليم السلاح، وهو ما كان يسعى إلى شرعنته عبر بيان يصدر عن مجلس الأمن. هادي وأثناء زيارته القصيرة لمأرب مقر عمليات الجيش الوطني والتحالف العربي ألمح في حديثه لأنه هناك لرفض ما تسعى الأمم المتحدة لفرضه عليه وعلى فريقه، مهددا بعدم الذهاب مجددا إلى الكويت في حال أصرت الأمم المتحدة على موقفها. وفي محاولة لإنقاذ مشاورات الكويت من فشل يلوح في الأفق، أشارت مصادر سياسية إلى أن المبعوث الأممي وصل إلى الرياض للقاء الرئيس هادي والفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت برئاسة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، فيما يفترض أن يكون في صنعاء الأربعاء المقبل. كل المؤشرات تقول إن موعد الكويت لن يتم في الوقت المحدد، وأن بين اليمنيين وبين الحل السياسي مسافة تطول كل يوم، مع كل هذه الالتفافات التي تفرضها قواعد اللعبة الدولية، ويبقى الحسم العسكري حلا جديرا بالانتظار، وإن لم يعد واردا إلا على سبيل الضغط والتهديد كما بدأ وهادي يلوح به من مأرب. إلى ذلك، عقد الرئيس عبد الرب منصور هادي اجتماعا لهيئة مستشاريه وأعضاء الفريق الحكومي في مشاورات الكويت. وضع الرئيس هادي الجميع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بشقيها السياسي والميداني، مستعرضا جملة من التطورات المتصلة بالسلام ومشاورات الكويت. وجدد هادي حرصه على السلام المبني على المرجعيات والقرارات الأممية وما تم تقديمه من تنازلات لمصلحة الشعب لإنهاء الانقلاب وتداعياته. ومعنا من الرياض الصحفي السابق في الرئاسة اليمنية الأستاذ مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا بكم.
أستاذ مختار، ما الجديد الذي حامله لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي بوجود نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية وكذلك لقاءات الرئيس هادي مع أعضاء الوفد الحكومي في مشاورات الكويت؟ نعم، في حقيقة الأمر أن اللقاء كان لقاء يوصف أنه لقاء عاطفا، خصوصا بعد تصريحات نارية تحدث بها رئيس الجمهورية أن الوفد الحكومي لن يذهب إلى الكويت في ظل تعنت أو في ظل إصرار الأمم المتحدة على تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من قبل إسماعيل ولد الشيخ أحمد. بالتالي اللقاء لم يتم الإفصاح عن ما دار في هذا اللقاء، مع أنه يوصف بأنه لقاء عاطفا ولقاء يعني كان متشنج نوعا ما، لكن لم يتم الإعلان عن فحوى وما تم في هذا اللقاء. هل تم الاتفاق على المشاركة من عدمها؟ هل ستتراجع الأمم المتحدة؟ هل هناك مساعي غربية لإصدار اليوم بيان رئاسي مجلس الأمن الدولي يدعم خارطة الطريق التي تعطي مشروعية للميليشيات الإنقلابية؟ كل هذه المعلومات حتى هذه اللحظة لم تتم ولا لم تتضح ولم يتم الإعلان عنها، لكن نحن نعرف من خلال المعطيات السابقة أن اللقاء كان لقاء متشنج، وان موقف الحكومه لم يتراجع بانهم لن يذهبوا في ظل اصرار الامم المتحده على خارطتها التي اعلنت عنها. طيب اذا يعني ما تحدثنا الى الهدف او ما تريده الامم المتحده من تحركات المبعوث الاممي قبيل الموعد المزمع لعقد هذه المشاورات كما اعلن سابقا وهو 15 يوليو، وإن يبدو أنها تأجلت فعليا، ما الذي تريده الأمم المتحدة من هذه الجولات؟ تريد من هذه الجولة أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويتم إشراك الحوثيين، وكذلك يتم إشراك حزب المخلوع علي عبد الله صالح، لأنها ترى أنه المشكلة هي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ونحن نقول أن المشكلة ليست بالحكومة وليست بالشراكة، المشكلة بانقلاب تم على الشرعية الدستورية وتم على الدولة وتم نهب أسلحة الدولة وتم استخدام العنف ضد المواطنين. هذه هي المشكلة، وهذا الفرق بين ما تريده الأمم المتحدة وما تريده الشرعية. هناك محاولة من قبل دول غربية على رأسها أمريكا وفرنسا وكذلك روسيا لشرعنة الانقلاب وإعطاء الانقلابيين فرصة للعودة وكذلك للإبقاء على أسلحتهم وعلى ميليشياتهم المسلحة. طيب هناك الكثير ممن يتحدث على أنه سياسيا تم دعم الشرعية بشكل كامل من قبل الأمم المتحدة والدول العظمى في العالم، وتجلى ذلك في القرار الأممي 2216 وكذلك في دعم عاصفة الحزم التي تدخلت بها السعودية لدعم الشرعية وكذلك دول التحالف العربي. الآن هناك نوع من التوتر فيما بين الرئاسة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، فإلى أين تذهب الأمور في خصوص المشاورات المقبلة؟ هل ستشارك الحكومة أم لا؟ سيدي العزيز، بشأن موضوع دعم الحكومة الشرعية من قبل المجتمع الدولي، تم إصدار القرار لكن لم يتم تنفيذ شيء من هذا القرار، بل ظل قرارا في الأدراج وتم الحديث عنه في وسائل الإعلام. أما في أرض الواقع لم يتم دعم الحكومة الشرعية. بالنسبة للخلاف مع الأمم المتحدة، ليس هناك خلاف، هناك مطالب شرعية وهي بالالتزام بالمرجعيات وبالتراتبية وبالخمسة النقاط التي تم الإعلان عنها من قبل المبعوث الدولي وبجدول الأعمال الذي أعلنه المبعوث الدولي. ما دون ذلك أنا أعتقد أنه شيء يخص الأمم المتحدة، وهي تبحث عن أنها تكون في صف الميليشيات وليست في صف أقل شيء تكون محايدة. يعني طيب هل ما يفهم أن الحكومة الشرعية ستكون ثابتة على مواقفها بأنه لن تدخل في أي؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ مختار الرحبي، ونعود إلى سياق النشرة مشاهدينا الكرام، وبطبيعة الحال الشكر الجزيل له إذا كان معنا. نعود إلى سياق النشرة، حيث ميدانيا قتل قيادي في المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. أقال مصدر في المقاومة أن القيادي صالح الشاجري قتل مع عدد من مرافقيه في انفجار لغم أرضي في منطقة الحزمية بمديرية الصومعة. قذائف جديدة أو مدافع جديدة لكن لها رائحة غريبة. وفي البيضاء أيضا، أفاد مراسل قناة بلقيس أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة والميليشيا في مديرية القريشية. ونقل المراسل عن مصادر ميدانية قولها إن المواجهات المندلعة في مناطق نوفان وعرقوب القصب أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الميليشيا و2 من المقاومة، فيما أصيب آخرون من الجانبين. هذا ولا تزال المعارك محتدمة في مناطق عدة بالمحافظة بين الجانبين، والتي أسفرت عن تقدم المقاومة في جبهتي الصومعة وردع.
في تعز أصيب مدني من قرية الشرف إثر قصف شنته الميليشيا على مديرية حيفان في ريف المحافظة. وقال مراسل قناة بلقيس إن اشتباكات عنيفة دارت في جبهة ظبي عبوس بين الجيش والميليشيا استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة. وأضاف المراسل أن قصف الميليشيا استهدف أيضا قرى سكنية بالتزامن مع وصول تعزيزات للجيش إلى مديرية حيفا. وفي تعز أيضا لم يتمكن أهالي حي الزهراء شرقي المدينة من انتشال جثة مدني استشهد برصاص قناصة تابعين للميليشيا منذ أكثر من أسبوع. ويشهد الحي المتاخم للقصر الجمهوري قصفا للميليشيا في ظل استمرار محاولتها للتقدم ميدانيا في المنطقة. حينما يسير مواطن في هذا الطريق فإنه لا يعود، فالشعور باللامبالاة من الموت صار أمرا لا نظر فيه. بوسع هذا المشهد أن يقدم شهادة إضافية على وحشية جماعة الحوثي في تعز، جثة ملقية هنا منذ 10 أيام وكل يوم تتضاءل احتمالية انتشالها، فما من شيء خطير أكثر من القناصة المنتشرين في أرجاء المكان وأسوار القصر الجمهوري. هذا هو حي الزهراء المتاخم للقصر الجمهوري أو ما يعرف بقصر الشعب في الجهة الشرقية من المدينة، الحي الذي هجره أغلب السكان فتحول إلى ما يشبه بستانا للموت وسط لهيب النيران أو تحت وابل القنابل. ما تزال بعض الأسر في محيط الحي تقضي أوقاتها لكن بكل خوف ورعب، وإن حاول بعض أبنائها أن يتبسموا. بات الزهراء كغيره من أحياء المدينة يفتقر للحظات الهدوء، حيث يقع على الخطوط الملتهبة ويجري القتال في محيطه وأطرافه، فلا يمر يوم هنا بالقرب من القصر الرئاسي دون سقوط ضحايا مدنيين أو تخترق القذائف منازلهم فتلحق خسائر بالغة في الأرواح والممتلكات. كذلك بات أمرا معتاد، ولا أحدا بوسعه إيقاف الدم المتدفق الذي يراق يوميا، بينما يكتفي المعنيون في الحكومة الشرعية أو التحالف العربي بالنظر إلى مدينة يخنقها البارود فتكتم غيظها محاولة السير بالحياة إلى الأمام بأي شكل من الأشكال. فهي أول قضيفة توقع هنا ولفق هذاك الدباب، وكل إحنا ما حناش دارين إيش نعمل، فهربنا والناس كلهم هربوا، وبعدين خرجنا وشفنا الدنيا خلاص تمام، بس كان الوضع متوتر لحد الآن القذائف يسقطين. أما ما يتصل بجماعة الحوثي فما قيمة الحرب بالنسبة للمتمردين إن لم يلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر، ويقدم وجبات يومية من الخوف والخراب لسكان تعز. كم من العابرين مروا من هنا ولم يعودوا ربما، وكم من الضحايا سقطوا برصاص وقذائف الميليشيا ولم تقيد أسماؤهم أو يعرف عنهم. فالقتل المجاني نشرته الميليشيا في أرجاء المكان بكل طيش وجنون. ونبقى في تعز، حيث أثرت الحرب على نفسية الأطفال وأنتجت سلوكيات انعكست سلبا على طفولتهم، إذ انتشرت مؤخرا ألعاب شبيهة بالأسلحة الخفيفة محشوة بحبات بلاستيكية يتم إطلاقها، وغالبا ما تؤدي إلى إصابة الأطفال. وراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. هذه اللعبة هي ما خلفته الحرب على أطفال تعز، انتشرت في معظم الأحياء بين أطفال المدينة حتى بدت واحدة من المظاهر السيئة التي طبعت في أذهانهم المستقبل بحاضره الموجوع بأدوات الحرب. وأنا باعتقادي أن هذه اللعبة ستولد سلوك سلبي للأجيال القادمة ما لم يتم توقف هذه اللعبة. احنا الان في مستشفى الاهدل، معي الولد ابني الولد سليمان، تعور في اول ايام عيد الفطر المبارك برصاص مسدس خرز اللعب هذا الصينيات، وهو الان طبعا فقد عينه، العين اليمنى. انا انصح زملائي ان لا يلعبوا هذه الالعاب، يلعبوا العاب غير هذه عشان يتعور زين. مستشفيات المدينة التي استقبلت العشرات من الإصابات جراء هذه اللعبة الخطرة التي خلفت إصابات أوساط الأطفال، ذهب مسؤولوها إلى توجيه النداء للمعنيين وأولياء الأمور
للحد من انتشار هذه الأداة المشوهة والعمل من أجل منعها. تم استقبال العشرات من الأطفال بسبب اللعبة الخطرة، لأنه تؤدي إلى فقدان النظر وإلى العمى في بعض الحالات. بعض الإصابات كانت ولله الحمد خفيفة، وبعض الإصابات متوسطة، والبعض الإصابات يعني كانت كبيرة جدا وتستدعي إلى تدخل جراحي. هناك العديد من الألعاب الذي يمكن أن يستفيد منها الطفل. لهذا أنا أرجو وأكرر الكلام هذا، أن يتم منع دخول ووصول مثل هذه الألعاب الخطرة بشكل نهائي، ومحاسبة كل من تسبب في دخولها إلى البلد. توعية الأسر والأطفال بمخاطر هذه اللعبة واستبدالها بألعاب طبيعية أو بالذهاب إلى حدائق أقامتها المبادرات الشبابية والمهرجانات العيدية تخفف ولو بالشكل البسيط من وقوع الإصابات بين الأطفال. مخلفات الحرب هي الجزء الأسوأ منها كما نشاهد الآن في خلق ثقافة امتلاك السلاح التي بدأ يبحث الأطفال عنها هنا في تعز، ولكن نتمنى ألا تجد طريقا لهذا الجيل الغض. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. شن طائرات التحالف غارات جوية على مواقع الميليشيا في محافظات حجة وصنعاء والجوف. قالت مصادر محلية إن الغارات في حجة استهدفت مواقع في مديرية عبس شمال غرب المحافظة، وفي صنعاء أغارت طائرات التحالف على تجمع للميليشيا في منطقتي يام وحيد الذهب بمديرية نهم، كما استهدفت كذلك موقعين للحوثيين في مديريتي المتون والمنصوب في محافظة الجوف. في الضالع اندلعت مواجهات عنيفة في الجهتين الشمالية والغربية بعد أن شنت الميليشيا قصفا عنيفا على قرى سكنية ومواقع للجيش والمقاومة. وقال مصدر محلي لقناة بلقيس إن الميليشيا قصفت عشوائيا قرى مريس، ودارت عقب ذلك مواجهات بمختلف الأسلحة مع المقاومة في منطقة يعيس. وفي الجهة الغربية للمحافظة تمكنت المقاومة الشعبية من التصدي لمحاولة تقدم ميداني للميليشيا في منطقة شذان عبر نقيل الخشب. إلى محافظة مأرب، حيث يشهد جبل هيلان غربي المحافظة مواجهات مستمرة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع، إذ يفرض الحوثيون وقوات المخلوع سيطرتهم على جبل هيلان في الوقت الذي تحكم قوات الجيش الوطني سيطرتها على معظم ضواحي محافظة مأرب. في الجبهات الأمامية تكون الرصاص أقرب من أي شيء آخر، والموت بإحداها غير مستبعد على الإطلاق. في مأرب وفي صحرائها يقاوم السكان عبر متارس المقاومة محاولة الحوثيين اختراق الدولة القائمة فيها، ولأن الدولة متجذرة هنا فقط لم تستطع ميليشيا الحوثي والمخلوع النفاد إليها بعد، رغم اندلاع مواجهات شبه يومية في مختلف جبهات المحافظة. فلا الحوثيين يأسوا من محاولتهم السيطرة عليها، ولا المقاومة والجيش الوطني تخلوا عن حقهم في المقاومة والتشبث بهذه الأرض. فجماعة الحوثي ما تزال تسيطر على أجزاء واسعة من جبل هيلان الاستراتيجي في الوقت الذي تحكم فيه القوات الحكومية سيطرتها على مساحات شاسعة من محافظة مأرب. مأرب التي اختارها الرئيس هادي لتكون محطة لزيارته الخاطفة، تعهد منها بتحرير باقي المحافظات اليمنية على رأسها العاصمة صنعاء وجبل مران في صعدة معقل الحوثيين، وهي رسالة واضحة بأن الحكومة الشرعية ماضية قدما في مسارها السياسي والعسكري، وأن هذه المحافظة هي الاختبار الحقيقي لكيان الدولة الغائبة عن باقي المحافظات الأخرى. كشف محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أن أقارب الصيد الذي ضبطته المقاومة الشعبية نقل 6 حمولات من السفن الإيرانية الراسية في المياه الدولية. واتهم الزبيدي في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ السعودية الحوثيين وقوات المخلوع باستغلال إجازة عيد الفطر لتهريب الأسلحة. وأوضح الزبيدي أن القارب كان يحمل كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة الرشاشة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه تم خلال أسبوع نقل 6 حمولات من السفينة الإيرانية الراسية قبلة السواحل الإفريقية،
وكانت المقاومة الشعبية قد أحبطت الجمعة الماضية سفينة تحمل أسلحة كانت في طريقها لمنطقة المخا الخاضعة لسيطرة الميليشيا. إلى صنعاء، حيث استحدثت ميليشيا الحوثي العديد من حواجز التفتيش بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط العاصمة وخاصة في جبهة نيم. وقال شهود عيان إن عشرات النقاط الأمنية وحواجز التفتيش المزودة بآليات عسكرية حديثة انتشرت في قلب المدينة وشوارعها الرئيسية خلال اليومين الماضيين. ما الذي يحدث في العاصمة صنعاء؟ يمكن العثور على الإجابة في الأحياء والشوارع، أما في ملامح من جندتهم الميليشيا ودفعت بهم نحو الحواجز، فيمكن رؤية اللامبالاة في أعين من لم يسبق لهم خوض المعارك ومن استمعوا إلى خطابات تمجيد الموت واقتنعوا به. وكالة الأناضول قالت أن عشرات النقاط الأمنية وحواجز التفتيش المزودة بآليات عسكرية حديثة انتشرت في قلب صنعاء وشوارعها الرئيسية خلال اليومين الماضيين. كل هذه الآليات وحالات الترقب مؤشرات على ضياع فرصة سلام لم ينتهزها طرف التمرد الذي يقف خلف حالة التصعيد الحربي بدل التهدئة التي يتمنى المدنيون طول بقائها. لكن الأماني كانت قد غادرت صنعاء مع أهلها النازحين ومع من لاذوا إلى ما يعصمهم من الموت وما يجيرهم من السجن، ومن بقوا في انتظار مصير مجهول يخطه خبراء معارك آثارها في كل مكان ونتائجها لا تحتاج إلى طول الشرح، وهي نتائج ما يزال إصرار الميليشيا قائما على توسيع مداها وجعلها حاضرة إلى كل مبنى لم يطله الخراب ولم يقم فيه الخوف. ناشدت منظمة أطباء بلا حدود كافة المنظمات الدولية لدعم مراكز الغسيل الكلوي في اليمن. وقالت المنظمة في بيان لها إن هناك 4351 مريضا بالفشل الكلوي في اليمن هم بحاجة إلى الرعاية العاجلة. أشارت المنظمة إلى أن مراكز الغسيل الكلوي في اليمن تعاني من قلة المواد اللازمة لعمل جلسات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي، لافتة إلى أن الوضع بات حرجا بالنسبة للمرضى وأن المراكز المتخصصة بعمليات الغسيل تواجه خطر الإغلاق. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس هادي يلتقي المبعوث الأممي، والحكومة تؤكد أهمية وضع جدول زمني للمشاورات. كاميرا بلقيس في تعز ترصد كيف أثرت الحرب على لعب الأطفال وسلوكياتهم. أطباء بلا حدود تجدد مناشدتها لكافة المنظمات الدولية لدعم مراكز الغسيل الكلوي في اليمن. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذا التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.